يا مساء التفاؤل والسعادة عليكم أعزائي المشاهدين، مشاهدين في كل مكان، تحياتي ليكم. وحشتوني جدا جدا وسعيدة أن رجعت لكم تاني بفكرة جديدة وبرنامج جديد، طاقة أمل. طاقة أمل رسالة لكل محبط، لكل يائس، لكل من فقد الأمل. مفيش مستحيل، مفيش مستحيل، مش مجرد كلمة بقولها، مفيش مستحيل، ده واقع وحقيقة. لو كل واحد فينا بص حواليه حتى في محيطه هو، هيلاقي نموذج من النماذج نجح ووصل لحلمه بقدرته وبقدرة إيمانه بنفسه. مفيش مستحيل، ده واقع احنا بنعيشه. أعزائي المشاهدين، تحياتي ليكم وبرحب بيكم تاني، ويسعدني ويشرفني يكون يشاركني في تقديم حلقات البرنامج الزميلة العزيزة سماح حسيب. أهلا بيك يا سماح، منورانا. أهلا بيك يا أمل، أنا سعيدة جدا بوجودي معاكي، وكمان برحب بالسادة المشاهدين في كل مكان. أهلا بيكم من برنامج، من أولى حلقات برنامج طاقة أمل، وبتمنى إن احنا نقدر نوصل لطلبات الجمهور بالنسبة للموضوع النهارده في طاقة أمل. احنا اتكلمنا عن العلم، ان يعني اعتقد ان الوقت الحالي احنا بنمر بـ بـ يعني شيء اللي بي اللي يعني العالم كله بيفكر فيه دلوقتي او بيتجه ليه، او اللي مؤرق الناس كلها، البيوت المصرية والعربية، هو العام الدراسي الجديد. فطبعا احب اهني كل البيوت المصرية والعربية اجمع على بداية العام الدراسي الجديد، ويا رب يجعله عام سعيد عليكم وعلى الأمة آمين كلها يا ان شاء رب. الله يا رب، آمين آمين. وعلى طلبة اولادنا الطلبة ان شاء الله يا رب يجعلهم بتفوق، وان شاء الله عام آمين يكون ان شاء الله مزيد من التفوق ليهم بإذن الله. يسعدني ويشرفني يكون ضيفتي الأستاذة الدكتورة سهام عبد المنعم، محاضر معتمد في الأكاديمية المهنية للمعلم وإعداد القادة، وأخصائية تنمية بشرية للأكاديمية الدولية للقادة. أهلا بيك يا أستاذة، ونورتينا وأسعدتينا. أهلا بحضرتك. أهلا، أهلا بيك يا دكتورة، نورتينا. ومواضيعنا النهاردة مهمة جدا، وهتمس يعني كل أولياء الأمور، فيعني محتاجين منك أسئلة كتير جدا النهاردة. طبعا النهاردة الموضوع يعني هو بيمس كل بيت مصري وكل بيت عربي، وهو الاستعداد في نظرا للظروف طبعا الحالية اللي جديدة علينا ومستجدة علينا لأول مرة. فكل بيت اليومين دول طبعا عنده استعداداته عشان استقبال العام الدراسي الجديد. من وجهة نظر حضرتك المتخصصة، كيفية استقبال العام الدراسي الجديد في ظل هذه الظروف؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. الاول انا سعيده جدا ان انا معاكم النهارده، ويعني ما اقولكوش مدى سعادتي قد ايه. طبعا بشير في البدايه للمؤتمر اللي عمله السيد الوزير، هو مؤتمر جيد جدا ويشكر على المجهود اللي بيبذله، مجهود بصراحه خرافه هو والوزاره عاملينه. طبعا المجهود يعني مضني للجداول اللي انا شفتها، والكم الهائل من الاعداد الطلبه والحاجات اللي هتتعد، يعني البرامج ذخيره ببرامج غير عاديه، يعني برامج تعليميه فائقه العدد، كمان زياده البرامج التكنولوجيه ويعني حاجات اعدادات هائله، اعداد فيها جهد وفيها تعب وفي ناس شغاله ليل ونهار عشان خاطر تطلع لاولادنا منتج صح، او تطلع اولادنا على مبدا تعلم عن طريق البعد، او عن بعد، يعني التعليم عن بعد. هو النظام الجديد اللي هو المنصات الالكترونيه يا فندم. ايوه، انا دلوقتي النهارده ممدوعي عن التابلت والمشاكل اللي بتكون موجوده في التابلت. يعني احنا دلوقتي اول حاجه بنقول ان التابلت ده اغلى في السنه اللي فاتت، يعني في اولى وثانيه ثانوي لما كانوا في المدارس، كان التابلت ده السيستم بيقع اثناء ما هم بيمتحنوا او قبل الامتحانات، فكنا عايزين المشكله دي هل هتقدر تتحل المره دي ولا لا. والله هو الوزير بيعمل كل ما في استطاعته، كل مدارس دلوقتي بشكل عام، المدارس الثانوية والمدارس التجريبيات والستيم، طبعا المدارس الدولية والخاصة، يعني علاوة على ذلك برضه هو ليه إشراف عليها، فيها حاجة اسمها شبكات، ركب الشبكات، وفي سبورات إلكترونية، وفي كل طالب معاه
التابلت بتاعه من اولى لثالثه ثانوي. تمام يا فندم. واخده بالك؟ فطبعا من اولى لثالثه ثانوي انا معايا تابلت وفيه على المفعل عليه البرامج اللي هي او المناهج متسمه بنفس الاساليب اللي هي المتبعه الحديثه. طبعا المدرس هو دوره ميسر، يعني هيبقى عن طريق بنك الاسئله الطالب هيمسك التابلت وبيرجع لبنك المعرفه، حاجه وقفت قصاده بيرجع للمدرس، بيخش على التابلت بيشوفوا الماده. هيجي في الامتحانات، هي مشكله بقى الامتحانات، هي مشكلتنا اللي هل منظمه الاونلاين او اللي هو التعليم الالكتروني، نظام الاونلاين هيبقى ناجح ولا لا؟ أيوة، دي مشكلتنا فعلا اللي لان النظام بيقع. انا واحده من اولياء الامور، بنتي وهي بتمتحن وقع معاها البتاع اكيد انا كنت بتكلم على كده. فطبعا لما بتقع بتتوتر، هل يعقل ان انا مثلا بنتي توترت هل هتعرف تحل؟ اكيد بالظبط. فدي انا بناشد فيها الوزير، هل هينفع كمان في الكرة؟ يعني احنا في المدن بنعاني من وقوع الشبكات. طيب حضرتك، هو في كتب هتضاف تاني للمراحل التعليميه ولا هو التابلت بيكفي؟ اكيد في، يعني مع التطوير التعليمي الفترة الحالية هيبقى في كتب إضافية للمراحل التعليمية؟ أكيد هيبقى. سيادة الوزير أشار إن في كتاب أضافه السيد الرئيس اسمه كتاب بناء القيم، أو اللي هي بناء القيم والأخلاق طبعا على بناء الشخصية، والتانية بناء الشخصية الوطني لأولى ثانوي. واحد هيبقى لثالثة ابتدائي اللي هو القيم الاخلاقيه لكل مراحل التعليميه هيزيد ده الكتاب بالنسبه لثالثه ابتدائي، لان الثالثه ابتدائي بتتبع منهج جديد في التعليم. تمام. وكتب تعليميه جديده طبعا. طبعا لان جالهم الكتاب دوت هيتطبق على ثالثه ابتدائي، وهيفعل برضو لاولى وثانيه ابتدائي في الخطه الجديده ان شاء الله. تمام. يعني مرحله ابتدائيه فقط ولا هيكمل مع الاعداديه والثانويه الكتاب؟ الكتاب هيكمل، لان في ثانوي منزل لاولى ثانوي اسمه بناء الشخصيه بالتعاون واحترام الاخر. طب يا فندم، احنا عرفنا ان اولى مع وزاره الاوقاف دوت موصي عليه عشان خاطر طبعا شايفين يا جماعه الاخلاقيات ده شكلها طبيعي. ايه اكيد للطلبه. اكيد. ودي مشكله احنا بنعانيها احنا كاولياء امور. اكيد. ما بالك بقى طبعا يعني في بعض القرى ما وصلتلاش برضو، ما يعني ممكن انا اضحك عليكي بفكر مغاير. يعني انا مثلا الطالب محتاج مني فهم لشخصيته، فهم ان انا ابص فيه قيم واخلاق ومبادئ صح، بحيث ان يطلع الطالب عنده مبدا الانتماء، مبدا اخلاق، حاجه اسمها حلال وحرام. للاسف الفهلوه دي للاسف هي المنتشره. هو طبعا احنا كان عندنا الكتب الدينيه ان كان الاسلاميه او المسيحيه كانت فيها تعليم الدينيه اولا، والكمان الاخلاقيه، يعني الديانات بتحس على الاخلاق طبيعي. فكان في كان في كتب دينيه، اعتقد هتستمر ولا هيبقى الكتب اللي يعني اللي هو اللي حضرتك ذكرتيهم هي موجود دين بس للاسف ما بتتضمش للمجموع. واخده بال حضرتك؟ موجوده. يعني انا رجاء ان هي تنضم للمجموع. أكيد. تضاف للمجموع عشان نرجع نخاف بس ونقرا ونذاكر. صح. مش هذاكر بس عشان الامتحان، لا، اذاكر لنفسي انا، اقرا واتثقف واعرف ديني كويس. طيب، لان هو ده اللي ينقصنا في الجيل اللي احنا لاقيينه. ما هي الفكره ان الكتب اللي حضرتك اللي هي يعني الكتاب اللي هو بتاع اولى ثانوي اللي سياده الوزير اشار ليه. تمام. اللي هو لسه هيحطه بتاع بناء الشخصيه الوطنيه، طبعا دي هتبقى بالتعاون مع وزاره الاوقاف. ده الكتاب هيبقى في جزء من التعليم الدينيه. تمام. صح. فطبعا انا بنمي فيه حته ايه؟ الانتماء للوطن، ما يخربش، يعرف ان في ومن خلال الدين برضو اعتقد من خلال دينه كل يعني الدين المسيحي والدين الاسلامي بيحسوا على الاخلاق. اكيد اكيد طبعا. اكيد. مع احترامي يا استاذه امل بيرجع للبيت، البذره الاساسيه. أكيد. من البيت. اكيد. انا لو زرعت في ابني عيب صح، حرام، حلال، دي هيطلع حد بيرفكت. بالتعاون مع المدرسه،
مش انا. لا والله البيت مش برضو يا دكتور، مع احترامي لكلام حضرتك، تعاون هو طبعا البيت المدرسة. ولكن المدرسه عليها عامل كبير كبير جدا أكيد. لسبب بسيط، لاني انا ممكن اطلع ابني لحد اولى ابتدائي ابقى معلماه كل التعليم الدينيه والاخلاقيه وديدية. ويخش المدارس للاسف بيبقى بيخت الاختلاط، الاختلاط طبعا في المدارس والبيئات المختلفه، بيئات مختلفه، فطبعا اختلف بيتاثر. الجيل اختلف لا كمان. الطفل بيتاثر بالمحيطين بيه، فالرك برضو الاساس على المدرسه. انا بتكلم على المدرسه كمان، دي حاجه مهمه جدا جدا اكتر من البيت كمان، لان الام مفيش ام في الدنيا ما بتعلمش ابنها يعني الاخلاق والدين وكل الامور اللي تطلعوا ابن سوي طبعا. لكن اكيد المشكله في المدرسه كمان، فلازم المدرسه يبقى ليها اساس كبير جدا، ليها يعني اعتقد عليها اهم عامل اساسي اهم طبيعي. كمان طبيعي. بس معلش مع احترامي ليكي، مش كل البيئات بتقدر تتواكب معاكي او تقدر تتعاون معاكي في الموضوع دوت. يعني انا مثلا ابني داخل مثلا معاه واحد عشان مثلا دافع. طب انا بس معايا اتصال معلش استاذ نصر من المعادي، عشان عايزين نعرف طبعا راي الجمهور، ده مهم جدا جدا. المشاهد الساده المشاهدين ليهم اكيد رايهم مهم جدا في الموضوع الشيق اللي احنا بنتكلم فيه حضرتك. اكيد. فالو استاذ نصر من المعادي. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. احنا بس كنا عايزين نسال استاذ نصر في اتهام. اتفضل. بالنسبه للدروس هتبدا ازاي او هيشتغل اونلاين؟ يعني انا جبت ثانيه اعدادي ومش عارفين لحد دلوقتي هنبدا ازاي يعني. احنا لسه مع الدكتوره، وطبعا كل الاسئله دي مطروحه. أكيد أكيد. لان هي من يعني هي احنا جايبينها النهارده في الموضوع اللي طبعا بيهم كل بيت مصري وكل بيت عربي. احنا لسه بنتكلم في الموضوع، تحت امرك ان شاء الله السؤال مطروح. هو دلوقتي نظام التعليم بالنسبه للاونلاين، في سياده الوزير اشار لان هيبقى بجانب الطلبه هيحضروا، عشان طبعا ظروف الكورونا يا جماعه والازمه اللي بتمر بيها البلد، والحمد لله يبقى هيبقى في تحدي طبعا، لان في وقت قياسي قدروا يعملوا حاجات تكنولوجيه زي المكتبه الالكترونيه، زي ادمودو اللي هي الفصول الافتراضيه. طبعا لا معلش دكتور عشان ما نعديش كلمه مودو دي، عشان ادمودو. انا سوري انا بس الفكره ان مش كل الناس عندها خلفيه عن نظام التعليم الادمودو. عايزين لحضرتك تعرفوا الادمودو ده يا جماعه عباره عن مدرس بيتفاعل مع الطالب من خلال الشاشه على الاونلاين، واخده بال حضرتك؟ طبعا يعني ما فيش مقارنه بيني وبيني ان انا ما اكون محتكه بيكي وهسالك واجربك. يا ترى طبعا صعب، بس في برنامج استعاض عنه بيه الوزير اسمه اسال المعلم، هيبقى في ناس خبراء في الموضوع دوت وناس متخصصين، وهيدرب مدرسين للشغل اونلاين، وهيختار المدرسين المميزين اللي هم هيقوموا يعني بالشغل اونلاين. حضرتك بما انك قاضه للمعلم، طيب كنا عايزين، هل المدرس او المعلم طورتوه لعشان يقدر يتعامل مع المنصات الالكترونيه؟ برضه سياده الوزير اشار في المؤتمر وقال ان في حاجه اسمها اكاديميه اونلاين. تمام. غير الأكاديمية المهنية للمعلم. أكيد. دي هيدرب فيها المعلمين المميزين. تمام. والمعلم المميز بقى يا جماعة ده هياخد حظ أوفر إن شاء الله، وهيبقى في برنامج مفعل ليه جميل جدا. طبعا هيقوم بدور جامد جدا مع الطلبة. أكيد. وهيتفاعل معاهم، وطبعا بجانب البرامج يا جماعة اللي هي الإلكترونية، طبعا ما اقتصرش على الأودومودو بس، اقتصر في حاجة اسمها مكتبة إلكترونية، في حاجة اسمها الآيبوكس بس غير مفعلة من غير صوت وصورة، يعني ده للابتدائي والإعدادي، يعني في أبلكيشن مفعلة غير الأودومودو صح كده؟ يعني في أبلكيشن تاني غير الأودومودو؟ في حاجات كتير جدا. تمام. البرامج ذخيرة مليانة مليانة، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق من ربنا هتفعل على أول العام الدراسة. آمين. بإذن الله إن شاء الله، وهتبقى في حاجة اسمها هيجي الطالب فيها يومين لو المدرسة. تمام. بالنسبة للمراحل من كيجيهات لتالتة ابتدائي هيبقى برامجهم طبعا كتعليم من غير تكنولوجيا، واخدة بالك؟ تعليم جديد بس، وده ده اللي اشار ليه الوزير.
بالنسبه من 4 لـ 6 هيبقى من 4 لـ 6 ايه البرامج بالنسبه لهم حصص، هيبقى 4 ايام لو المدرسه فتره واحده يجوها في المدرسه، لو المدرسه فترتين هيجوا 3 ايام. تمام. بالنسبه للمرحله الاعداديه هيجوا 2 يومين. تمام. طبعا هيبقى فيها حصص عادي يا جماعه، وفي انضباط وحضور وانصراف وحضور الصبح في التزام، حتى المواد بعض المواد هيتفعل ويبقى ليها درجات. تمام. وهياخدوا على الحضور والانضباط درجات في اعمال سنه، كل تمام. حاجه موجوده. طب انا عايزه بس في اعمال كانه بالظبط ما فيش حاجه اسمها ازمه كورونا. تمام يا فندم. احنا بنتخطى الموضوع ده بجانب. تمام. ده كله هيبقى في جدول مفعل. تمام. بين ولي الامر والمدرسه. تمام. الجدول دوت بجانب ما انا بديله الحصص في المدرسه، هو في جدول تاني يتفرج على القنوات لو ما عندوش نت بالنسبه للجماعه اللي هم بتوع اعدادي. طبعا لو ما عندوش نت هتفرج على قنوات البرامج التلفزيونيه، والوزير زود في القنوات واخده بالك وخلاها كثيره جدا بجانب الادمودو والمكتبه الالكترونيه للجماعه اللي عندهم نت. انا بفرق اهو، اللي ما عندوش نت هيتفرج على قنوات البرامج التعليميه. البرامج التعليميه هيشرح له، وتاني يوم اليوم اللي هيجي فيه هيحاول الحاجات اللي واقفه قصاده. يا دكتور هيبقى فعلا البرامج التعليميه دي. انا بس استاذن حضرتك عشان عندنا، معلش عفوا يا سماح، علشان عندي بعض الصور استعدادات المدارس الاولياء يعني الدول المدارس استعدادات الدوله للمدارس الفتره الحاليه يعني. تمام. فصور على الهواء بس نرجع فيها. اتفضلي. تمام. دي هنا استعدادات في بعض المحافظات. طبعا احنا بنشكر جدا مديرين المدارس والمسؤولين عن المدارس ان هم بيستعدوا استعداد كامل عشان الطلبه ان شاء الله الفتره الحاليه. امل العيب كله على مدير المدرسه. اكيد ما هو المديرين. اكيد 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 ده بينزلوا بنفسهم. انا اعرف ان بينزلوا بنفسهم بي 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 يعني مع العمال على فكره. جميل. عشان في ناس محترمه كتير جدا. جدا جدا. بصي هنا استعداد رائع. طبعا بعض المحافظات والقاهره. تمام. فريق الاعداد الرائع بصراحه جهز لنا بعض الصور، ف اشكرهم جدا جدا. عامل دراسي سعيد. عامل دراسي سعيد آمين. وان شاء الله يا رب بالتوفيق لكل اولادنا. يحفظ اولادنا من كل سوء. امين. بس عايزه حضرتك في حاجه. فضل. ان هذا النظام اهالينا اللي في القرى وفي المحافظات والنجوع هل هيقدروا يعني يتواكبوا مع هذا النظام الالكتروني؟ والله في الحقيقه برضو هو الوزير اشار لحاجه يا جماعه، قال لك ان اللي ما عندوش نت ما فيش مشكله يرجع للبرامج كل متهيألي الكوره كلها عندها تلفزيون، هيحضر في المدرسه ويفعل البرامج على التلفزيون. وبعدين في اقتراح كمان جميل قوي الوزير قال عليه. تمام. من 4 لـ 6 هيتعمل تعليم الكتروني، بس ازاي بقى؟ هيحط برضو زي البرامج دي على الجهاز، بس طبعا اعباء ده هيبقى عبء على الدوله جدا. واخدين بالكم لحد الثانويه العامه طبعا هيبقى معاهم لحد ثالثه اعدادي، من 4 لـ 3 اعدادي هيجيب لهم جهاز. الوزير هيتعاقد على اجهزه، هو هيخفض في السعر واخده بالك، بس للاسف الولي الامر يعني ده الاحساس اللي انا حاسه بيه طبيعي. ولي الامر اللي هيدفعه بس بالتقسيط. تمام. ايوه واخده بال حضرتك. طبعا الدنيا. يعني عشان كل طالب يبقى معاه جهاز في الفصل. تمام. واخده بالك. هو هيخفف العبء، بقول لك ان هو هيحاول جهد ان هو يخفض السعر. واخده بالك بالنسبه للثانويه لثانوي طبعا هو وفر لهم الموضوع دوت، ولو ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي كلهم معاه تابلت. تمام. واخده بالك ولو ثانيه ثانوي بيشتغلوا اوريدي على التابلت، بس هي المشكله وقوع الشبكه. ما انا بقول يعني كده هي المشكله اللي كله. يا فندم المشكله في حاجه، ان الضغط كل الطلبه في وقت واحد على الشبكه لازم تقع، عشان بس نبقى احنا يعني هيبقى الضغط عليها جامد جدا، فلازم يبقى ليها حل علشان برضو الطالب طبعًا. ما يعني حرام ان هو يعني هيبقى اللي هو المدار. وخلي بالك هي بتكلف الدوله. طبيعي. طبيعي. أكيد. يعني طبعًا. حاجه ببلاش. لا ده مكلف الدوله طبعًا. تكليف غير أكيد. عادي. ولكن احنا عايزين نقول ان الفكره ان لازم يبقى هم يعني الامور دي مجهزه تماما، بحيث ان الطالب يقدر يستوعب ويقدر يتعامل مع النظام الجديد علشان
يعني برضو نقدر احنا لسه بنعلمه، لسه في البدايه، احنا طبعا ده نظام جديد تماما فلسه بيتعلم، فلازم نقف وراه ونسنده. عايز اقول حضرتك حاجه كمان، ان نظام الثانويه العامه الراسبين واللي مأجلين ده وضعهم ايه، وازاي التعامل مع الثانويه العامه الحاليه هيبقى؟ انا عايزه ده سؤال مهم جدا. جميل. ارجوكي. طبعا جميل، احلى سؤال. تسلم. دلوقتي بالنسبه للثانويه العامه، يا جماعه الثانويه العامه معروفه طبعا النظام القديم انتهى والنظام الجديد هو اللي هيفعل. تمام. ازاي؟ دلوقتي في حاجه اسمها بنك الاسئله بيرجع لها الطالب اللي بيستخدم التابلت، في حاجه اسمها مكتبه الاي بوكس اللي هي المفعله بالصوت والصوره، بيشتغل عليها الطالب، بياخد منها الاسئله، واخده بالك؟ بيشوف مدى الصعوبه وبيتدرب عليها من اساتذه هيتدربوا بشكل فعال على الاونلاين. وفي طبعا اللي هينجح في الموضوع دوت الناس المميزه المبدعين. طبعا سياده الوزير اشار ان هيبقى في 5 مستويات من الامتحان للثانويه العامه عشان تكافؤ الفرص. طبعا بالنسبه لتكافؤ الفرص يعني ايه الكلام دوت؟ يعني هيعمل 5 مستويات من الصعوبه، واخده بال حضرتك؟ انا عايز مثلا احط امتحان هاخد مستوى 1 مع مستوى 5، واخده بال حضرتك؟ هاخد مستوى 2 مع مستوى 4. طيب. هاخد يعني هيتنوع وهيحط 4 نماذج منع للغش. تمام كويس، عشان ما يحطش ما يبقاش فيه غش. وفي نفس الوقت بالنسبه لحضرتك سالتيني النظام القديم هيبقى شكله ايه؟ طيب. هيمتحن، واخده بالك، اللي مأجل واللي ساقط هيمتحن ورقي، لكن الثانويه العامه هيمتحنوا الكتروني، والتصحيح هيبقى ايه؟ الكتروني. تمام يا فندم، احنا طبعا موضوع شيق جدا وطبعا لازم يبقى ليه بقيه ولازم في حديث تاني. للاسف وقتنا خلص، وطبعا بنشكر حضرتك جدا 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 على المعلومات القيمه اللي احنا خدناها من حضرتك. جدا وسعيده بيكي جدا واشكرك يا فندم، واشكرك يا سماح على انك معايا النهارده. طبعا سعيده معاكي جدا، وبنشكر الجمهور ويا رب يكون الموضوع عجبكم النهارده ان شاء الله، والى لقاء اخر في طاقة امل. اعزائي المشاهدين نلتقي بكم ان شاء الله كل يوم حد الساعه 2 ظهرا برنامج طاقة امل. طاقة امل دمتم في امان الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.